لجنة الحكام تحيل الحكم نادر أمر الدولة للتحقيق بسبب إمام عاشور، وده طبعاً أغرب خبر إحنا شفناه أو اتطرح على الساحة الفترة اللي فاتت. هي الحكم مباراة الأهلي وفاركو اللي كانت الأسبوع اللي فات، الحكم الذي كان يدير مباراة نادر أمر الدولة بعد انتهاء المباراة جايب عيلته ومراته وأهله ورايحين يتصوروا مع إمام عاشور. ولازم طبعاً زي ما إحنا كلنا عارفين إن حكم المباراة هو قاضي الملعب، ما ينفعش طبعاً يصدر منه تصرف زي ده. وإحنا طبعاً بنقول لكل الأجهزة الرياضية داخل الدولة بصوا شوية على الدوري الأوروبي علشان نقدر نحن نطور من الرياضة وما نشوفش تصرف الحكم نادر أمر الدولة.